وتأتي آلة الحرب في غزة على اقتصادها أكثر فأكثر، فالمصارف باتت معطلة جراء الظروف الصعبة. ووصفت جمعية البنوك في فلسطين الوضع بالمتدهور بعد توقف فرع كبير لبنك فلسطين بمدينة دير البلح وسط القطاع، كما أدت أزمة السيولة النقدية إلى تفاقم مشكلات النازحين الذين باتوا عاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم الضئيلة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. وعلى مدار أشهر طويلة تشكلت طوابير لا تنتهي لساعات خارج الفروع القليلة العاملة ونقاط صرف النقود، مع فرض قيود على مقدار ما يمكن سحبه. بدك تروح على مصرف أو على دكانة أو على سوبر ماركت عشان يأخذ نسبة الفرقية، نسبة الصرف، وفي نفس الوقت طبيعة المصاري ذايبة تالفة. تركب مع السواق بعملك مشكلة، بتروح تشتري من بيع الخضرة بعملك مشكلة، وأساسا الفلوس كلها مش موجودة، الأساس فلوس كلها ذايبة، كلها منتهية يعني تالفة. شهر 5 صرفت 2000 شيكل ومن يوميها وانا عليهم، وبعد ذلك صرت استلف يعني لغايه انت حيضل هذا الوضع. خلص الصراف بدك فتره اسبوع، او زي ما بيقولوا في العامه عندنا في غزه بدك سنه لما تصل الصراف. يعني بدهم يشاركوك اول حاجه في مالك وفي مال عيالك، ثاني حاجه العمله دايبه، ويعني التجار بتعملوش فيها بتاتا. حد اقصى حطونا اياه لو تقدر تسحبه بقول لك 2000 شيكل. ال 2000 شيكل في ظل الحرب اللي احنا فيه بتسويش حاجه، ال 2000 شيكل في الحرب اللي احنا في الظل اللي احنا فيه هذه، ال 2000 شيكل عباره عن 2 شيكل مش 20 شيكل، 2 شيكل. لما بدك تشتري حاجه لاولادك اقل حاجه، يعني زي السكر وصل الكيلو عندنا 70، حتى لو الحين موجود مثلا رخيص برضه هي يعني بصعوبه لما تاخذ ال 2000 شيكل وبسهوله من يصرفن بخلال نص ساعه. ينضم إلينا عبر الإنترنت من رام الله السيد بشار ياسين، المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين. أهلا وسهلا بك سيد بشار. بداية، أين وصلت تقديراتكم لأزمة السيولة في غزة بشكل عام؟ أهلا وسهلا فيكم وأسعد الله مساءكم ومساء الشاهد المشاهدين. يعني القطاع المصرفي في قطاع غزة كبقية القطاعات الاقتصادية تأثر بشكل كبير جدا من جراء الحرب والقصف المتواصل منذ أكثر من 10 شهور، حيث البنوك تعيش أزمة صعبة جدا في ظل غياب مقومات الأساسية لهذه البنوك، وأهمها الطاقة والإنترنت والواقع الأمني اللي بيعيش هذه البنوك، فأصبحت عاجزة عن تقديم العمليات المصرفية الأساسية المتمثلة بالسحب والإيداع. وأمام هذا الظروف الصعبة التي تتعرض لها السكان والمساكن والبنية التحتية، فإن أزمة غير مسبوقة يواجهها السكان في شح السيولة النقدية المتوفرة في قطاع غزة. لقد استمعت إلى المقابلات التي أجريتموها. نعم، هناك سيولة كبيرة في غزة تتمثل في أنه لا يوجد نقد يدخل إلى قطاع غزة، مصادر النقد اللي كانت تدخل الكاش إلى قطاع غزة لم تعد موجودة، بالإضافة إلى النقد اللي كان متواجد قبل الحرب على قطاع غزة معظمه استخدم في يعني الخروج من قطاع غزة والدفع الرسوم للخروج من قطاع غزة للناس اللي خرجوا من قطاع غزة. ولا يخفى على أحد أنه هذه يعني وصلت بعض المرات إلى 10,000 دولار أنه يدفع الشخص ليخرج من قطاع غزة. كل هذا أثر على السيولة النقدية المتوفرة بين إيدي الناس، سواء كانت بعملة الشيكل أو الدولار أو دينار الأردني. وظهر الظواهر يعني ظواهر سيئة
باستغلال الناس، بتوفير السيوله النقديه، انه في بعض الحالات كانوا يعني بعد السماسره كانوا يتقاضوا اكثر من 20% او 15% على كل توفير سيوله او توفير نقد للناس. يعني في تجار صاروا تجار وسماسره العمله يستفيدوا من هامش ال 10 وال 15% حتى يوفر السيوله للناس. فنعم، في سيوله حقيقيه. يعني البنوك وسلطه النقد على في مقدمتهم تعمل بشكل كبير بالتنسيق مع الجهات الدوليه لمحاوله ادخال النقد الى قطاع غزه، لكن لغايه الان ليست هناك يعني بوادر ايجابيه للقدره على ادخال الكاش لقطاع غزه لحل مشكله المواطنين هناك. هل لديكم ارقام فيما يتعلق الى انه بحجم معظم الصرافات الاليه، بل نقدر نقول انه غالب جميع الصرافات الاليه اصبحت الان خارجه عن الخدمه، بالاضافه الى أن جميع الفروع العاملة والتي كانت تقدر ب 56 فرعا قبل الحرب جميعها تعرضت إلى تدمير جزئي أو تدمير كلي، مما أدى إلى انقطاع تقديم الخدمات المصرفية الأساسية للناس، وهذا الحكي فاقم من أزمة السيولة الموجودة في قطاع غزة. طيب، بمناسبة ذلك، هل لديكم أرقام عن حجم العجز في السيولة داخل قطاع غزة، أو بالأحرى مقارنة الوضع الحالي بما كان عليه قبل 7 أكتوبر؟ يعني في ظل الظروف الحالية القائمة والسائدة والوضع الصعب في قطاع غزة، لا تتوفر معطيات حقيقية أو أرقام حقيقية عن وضع السيولة في قطاع غزة، وخاصة أن السيولة الآن ليست ضمن القنوات الرسمية، والمقصود فيها ليست ضمن البنوك فقط لا غير. اليوم في قطاعات كثيرة عمالها بتشتغل في تأمين السيولة، فمن الصعب بمكان حصر مقدار السيولة الموجودة في قطاع غزة أو الحاجة لها قبل أن تتوقف الأعمال العسكرية بشكل تام. احنا بنعرف انه يعني قبل 7 أكتوبر كانت الموجودات في قطاع غزة تمثل حوالي 9 إلى 9.5% من الموجودات الكاملة للقطاع المصرفي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كانت حتى 31/12/2023 مجموع الودائع حوالي 1.8 مليار، ومحفظة التسهيلات تقارب من المليار دولار الممنوحة في قطاع غزة. طيب، هناك تقارير تحدثت منذ عدة أشهر عن إدخال كميات من النقد إلى قطاع غزة، هل هذا صحيح؟ هل لديكم معلومات عن ذلك؟ يعني من قبل الحرب ولم نستطع أو لم تستطع البنوك من إدخال يعني نقد إلى قطاع غزة، وبتعرف أنه اليوم حتى بظروف الحرب نسبة النقد التالف أصبحت أيضا عالية، وهذا أثر على أزمة السيولة الموجودة واللي كانت أصلا موجودة سابقا. طب، هل حاولتم عبر منظمات دولية إدخال سيولة أكثر إلى قطاع غزة في ظل هذا الوضع الذي تتحدث عنه وتلف النقد الموجود في قطاع غزة بنسبة كبيرة؟ يعني تعمل المؤسسات الدولية تحاول جاهدة في إدخال النقد من خلال وسائل مختلفة يعني لمساعدة الناس على قضاء حاجاتهم ومشترياتهم وخدماتهم الأساسية، لكن لغاية الآن يعني الأزمة موجودة والأزمة تتفاقم من يوم إلى آخر، طالما يعني الاحتلال يمنع من تزويد قطاع غزة بالنقد أو الكاش لتوفير الحاجة الماسة إلى الجمهور. ثانيا، طالما أيضا الفروع مغلقة بالكامل ولا تستطيع أن تقدم الخدمات الأساسية للناس، أيضا يعني راح تبقى الأزمة موجودة، بالإضافة إلى أنه أيضا الصرافات الآلية يعني خارجة عن الخدمة، فأزمة النقد سوف تتفاقم طالما المنع موجود على إدخال النقد إلى قطاع غزة. شكرا جزيلا لك بشار ياسين، المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين.